تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفكرك، ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش ما فيهاش معلش رمضان كريم آية وتعليق هو نظرة القرآن للإنسان هي نفسها نفس المود بتاع نظرة القرآن للحياة بصفة عامة يعني ربنا خلق مشروع ومتضايق منه ما, ما اللي كان في دماغه ما حصلش ما هو مستغلش. قال ما هو قال وما خلقت الجن والانس اللي يعبدون وبعدين قال وما اكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين يعني انا خلقتهم عشان يعبدوني ولاد الذين ما بيعبدونيش فشلت فشلت فالحياه كده شكلها ملهاش اي لازمه هو عاملها بس مجرد ايه مجرد اختبار وعمال يمن على الانسان بيها ده مم. انا عملت لك كده وانزلت لك انهار وعملت لك ايه مين اللي بينزل لك الميه يا سيدي مش انت اللي عملتني زي الام اللي بتقول ده انا مش عارف ايه وسهرت عليك وشلتك في آه. بطنك تسعة انا ضربتك اكلتك وشارلتك. انا ضربتك <applause> على ايدك وقلت لك شيليني في بطنك تسعة شهور انا اللي هل انت خيرتيني ان انا اجي ما هو انتوا اللي اتفقتوا مع بعض وعملتوا <applause> البلوه السوداء دي <applause> مش عارف. فهو كده برضه عمال يمن عليك ده انا ده انت ما شفتش ايه والميه انا الميه اللي بنزلها لك و... طب طب وايه يعني بتمن عليا بحاجه انت عملتها وما استشرتنيش فيها اه خلقني احتاج الميه وبعدين يمن آه عليا انه اداني ميه اه انا آه سايبك تتنفس يا اخي يا <applause> احمد ربنا ده انا سايبك تتنفس ده انا خلقت لك ميه عشان تشرب مش انت اللي خلقت برضه حاجتي للمية فين ال... فين الافتكاسه يعني <applause> لا حول ولا قوه الا بها <applause> الا بها والله <applause> فهي نظرته للحياه نظره يعني كده ملهاش قيمه. طب لما يقول لك اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته الى اخره، انت عارف يعني هي الحياه كلها ايه يعني؟ هو ولا حاجه، ما هو هو فقير وقاعد في وسط اغنياء مكه، الايات دي ما كانش بيقولها في المدينه. الحاجات اللي هي الايه اللي هو لما اغتنى ابتدى ما بقاش يشتم في الحياه اه خلاص صارت الحياه آه حلوه وما بقاش يهدد بالزلزله زلزله الارض زلزالها والصواعق والك... كل ده ما بقاش لما كان هو ابتدى يجيله ماليه خلاص الحاجات دي ما عادش بيهدد بيه لكن الخمس حلو الخمس برضو. حلو برضه اه وملك وملك كل و... من حرم زينه الله التي اخرج لعباده آه. والطيبات هنا عمال يشتم وملكه الح... ايمانكم حلوه برضه اه هو كان بيشتم الحياه هنا آه. يقول لك زينه وتفاخر ومش عارف ايه هناك يقول لك قل من حرم زينه خلاص بقى ما الزينه وصلت له فهي دي النفسيه وما الحياه الدنيا الا, إلا متاع, متاع الغرور يعني تخيل اه طب خلقتها ليه؟ ما هو اختبار برزخ وارزق لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما, آه سقى الكافر منها شربة ماء ما تسوي ولا ولا تسوي جناح ولا شربة بس هو شاغل نفسه بيه وعمال يقول لي ح... شربة طب بيقول لي على العباد ليه لما الدنيا لا تساوي جناح بعوضة في حد بيتحسر على حاجة أقل من جناح بعوضة تناقض إن ربنا يغضب إن ربنا يتبسط إن ربنا يعني أه أما نقول له جهنم هل امتلأت طب كل ده ليه إذا كانت لا تساوي عندك أي حاجة سيبهم أنا يعني كنت خلقتهم وخلاص بقى إيه؟ طنشهم ولا أشوف لك مشروع تاني، شوف زحل ولا عطارد اعمل ولا عليه في مشروع. مشروع آه أعمل فيه مشروع تاني مشروع بديل بلان بي، بلان إيه واضح إنه فشل. خش الكواكب المجرات واسعة، إخلق بشر تانيين أو أو جنس تاني. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، يعني ما يعني أموالكم وأولادكم دي فتنة بس، الله عنده حاجة أفضل. ايه رايك انه انه لا اولاد لا حياه لا ايه ما إيه؟ هو هو عارف بقى هو ده بمهدهم ليه بقى في النهايه هيقول لهم ايه بقى ان الله اشترى من المؤمنين نفسهم. انفسهم واموالهم آه. بان لهم الجنه يعملوا ايه بقى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون هي هو عايزهم كده بيعوا آه. بيع الهدف من الحياه انه تموتوا لكن ما تلاحظش انه مثلا احيانا في بعض الايات بتبين انه كان فعلا معجب يعني في التوبة 55 بيقول له فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يعني كان الراجل آه. كان إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كان يريد الله ربنا يريد العذاب رع... عايز آه. يعني, يعني الهدف منه هو إدالهم الفلوس إنه عايز يعذبهم بها إيه السادية دي يعني وتزهق انفسهم وهو ك... هو عايزهم يبقوا كده عشان يموتوا هم كفار هم كفار طب خد ك... كمان طب خد كمان 3000 درهم يا عم ابسط وادي آه. وادي مني كمان 20 عش... ناقه وولد وبنت اه أو واولاد كمان اه أو خمس اولاد ومش عارف ايه كمان يلا يخدهم يلاك اكفر بقى اه خليه يري... يريد الله ليعذبهم بي. ربنا عايز يعذب انت ذكرتني بوالدي كنت اساله دايما عن الاجانب اللي كانوا يجوا فرنسيين وياخدوا صور وحلوين كده وباصات كبيره اقول له مين دول؟ يقول لي الكفار النصارى وليه هم حلوين كده واحنا نضاف واغنياء وموقف واحنا شك شكل اسواقنا كده وشكل ناسنا يقول لي لا 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 ما يهمكش ربنا هيشويهم في جهنم عشان كده سيبهم ويستمتعوا بالدنيا يعني هو هدف ان هو بيمتعهم ان هو متدخل لهم العذاب اصل حرام يعني تعذبوا هنا وهناك اه منطق برضه اه يديهم واحده يعني يديهم منطق برضه يديهم هنا عشان هو واحد شو طب شو لو واحد طب لو واحد فقير قح وكافر برضه ومغتصب وسارق يبقى هو فريق يعني لا هنا ولا هناك ما في ناس كتير جدا فقراء وعصاه وصواب بتدور على دايما الامثله الصعبه؟ ف... ما تمشيه ما هو هو عومها انت مش قلت عومها <applause> ما تعومها بص دي في الاسراء 18 من كان يريد العاجله اللي هي طبعا مسمينها كل الاسماء القبيحه اه <applause> العجل عجلنا له بها عجلنا له فيها من شاء طب, طب طب انا عايز العجل لمن نريد طب ثم ج... عايز العجل عجل لي ازاي بقى هيعجل آه. ثم زي. جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة آه. هو سايب بص عايز الدنيا لا بس أخد. لا, لا بس السؤال دلوقتي هو اللي عايز الدنيا فعلا بياخدها؟ طب ما ناس أنا كتير انا قلت لك دايما بتدور على ما عملي. ناس كتير عايزه ومش لاقيه برضه انت ليه الدنيا الناس في ناس كتير كده تقول لك يا عمي تقعديني اهو عملت كل الموبقات خليني غني بقى وبسطني برضه عايشين في كدر لا هنا ولا هناك لا هنا ولا هناك بس مشيها يعني من كان في ناس بتاخذ يعني في 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 بعض الناس من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ليه؟ ها عشان جعلنا له جهنم ميصلها لو اداك هنا حيشويك هناك ده ده منطق ابويا ده اللي كان بيشت... انا, أنا هقول لك نهايه الحديث محمد كان بيقول ان هو بيتحدى قريش بس الحقيقه ان قريش هي اللي كانت بتتحدى وتقول له هات معجزه ما جابش محمد هو اللي كان بيحسد قريش وبيوصلهم في القرش والاولاد والاموال وعجباه وعجباه بس يقول هم اللي بيحسدوني يقول اولاد اللي آه عندهم اموال وعندهم وانا بس يقول لك هم اللي بيحسدونا <applause> يعني اه اسقاط اه ده اسمه بيسموه الاسقاط معلش هنكمل لكن بصوا ايه الحياه كلها ايه؟ ولا ولهو وزينه وتفاخر تكاثر في اللايكات وفي الشيرات <applause> يعني هي ايه في الاخير؟ انت حاجه يعني؟ اعملوا لايك وشير وخلاص ماشي السلام عليكم